منذ دقائق يعني أغلق الباب في اليوم الثاني لفتح باب الترشح لمن يريد خوض يعني الانتخابات الرئاسية وهذا الماراثون الذي فتح، هذا الباب الذي فتح في تمام الساعة 9، وبالفعل الهدوء هو سيد الموقف والمشهد منذ الساعة 9 وحتى الساعة، وقد يتشابه اليوم مثل أمس كثيرا، لم يحضر أحد بالفعل بما هو مطلوب لخوض ماراثون الانتخابات الرئاسية، ولكن من أتوا إلى هذه المنطقة هم فقط للظهور والتلذذ كما ذكرت سلفا للظهور أمام وسائل الإعلام التي تقوم بتغطية المشهد، وبحجة أنهم سيقومون بتجهيز الأوراق وذلك للترشح في الانتخابات الرئاسية، وهذا لم يتخذ موقف الجدية.